انا امها سيرين وهذيك السيده ما عرفناش واش طبيعيه في عقلها ولا ماشي طبيعيه والله اعلم عندها مشكل مع مدام لطيفه ما انا ما عندي حتى شي علاقه واللي زاد عصبني واثر فيا بزاف هما كيعملوا لها لافريش على الوجه ديالها ومدخلينها مع ديك السيده اللي هي مجهوله الهويه يعني اللي هي اكس انا بنتي ما باغياش شي واحد يجي يبقى يهز لي تصاور بنتي وبلا اذن ديالي وكيحطوها وكيعملوا لي فلاش عليها وكل شيء يعني لي السوشيال ميديا كامله كتهضر على بنتي هاش انه هذه بنت الله ماشي يستغلوا فرصه وزادوا فيهم وزادوا حطوا تصاور بنتي ولا فليش على الوجه ديالها بحال لا باغيين يدخلوها في المشكل بزز انا بنتي بعيده كل البعد على هادشي هذا اي واحد غادي من دابا الفوق غادي يستغل تصاور بنتي راه غنتبعو قضائيا حيت انا عييت من هادشي هذا بزاف بالنسبه عندي واحد التوضيح بغيت نوضحو لكم يعني كاين واحد الضجه كبيره نضت كلشي كيقول بلي هي بنتها وهذه المهم ملي كانوا خرجوا بان بنت هاد لطيفه رأفت ما بغيناش نهضروا قلنا ماشي مشكله وهذا بالعكس يا بيداد بصح كانت الام ديالها في ديك الفتره اللي كان عندهم طغناج اللي هي سيمانه راه كانت الام ديالها وصراحه تعاملت معنا مزيان وكنشكر من هاد المنبر هذا ظريفه بزاف الله يعمرها سلعه ما عنديش مشكل مع مدام لطيفه ولكن مؤخرا نضت واحد الضجه كبيره بزاف اللي خرجت واحد السيده مجهوله الهويه كتقول اها بنتي مدام لطيفه يعني سرقت لها مابيض مال مابيض المهم انا ما عندي حتى شي علاقه في هذا الموضوع هذا نهائيا وحيت كنحترمهم انا كنقول الصراحه وتنقول الحقيقه وما تنتحكم على حتى شي حد وانا ما كنكذبش عليها وديك البنت راه بنتي وانا ما مسامحاش فيها وحاجه اخرى كنحذرها منها المابيض ديالي عندك تمشي تزرع فيه انا وتخبي بيه ودير زبده ولدينا تما ديولي كنطلب من هاد النداء جلاله الملك يتدخل في هاد القضيه وانا عرفتها قضيه صعيبه وموضوع صعيب ودريس بنونه يقول لينا الحقيقه اشنو كيدير فينا انا صراحه انا بنتي سنت يعني انا سنيت عقد لان انا اللي مسيره بنتي وانا اللي كان يعني كنجري لها الكونط ديالها وداكشي سنيت كونطرا مع شركه تركيه على اساس انها غادي تشارك في يعني في اعلان مع مدام لطيفه حفظت مولفيكس صافي مؤخرا من نضت الضجه هذه انا كنطالب الناس الله يجازيهم بخير ما يعاودوش يبقاو يهزوا التصاور ديال بنتي حيت بنتي ما عرفتش علاش شنو الهدف ديالو من هادشي هذا التصاور كيهزوهم كيعملوا لي فليش على الوجه ديالها وديك السيده محطين التصاور ديال بنتي ومع ذلك انا مدام لطيفه رأفت خرجت واحد التصريح كتقول لهم باللي هذيك راه ماشي بنتي راه غير بنيتها شاركت معايا في الاعلان وهيداك وباقي شي منابر اعلانيه كتنزل التصاور ديال بنتي وكتعملها فليش عليها بحال اللي كيبغيو ينزلوا بزز ان هذيك البنيته هي بنت مدام لطيفه مدام بنت لطيفه عمرها ما بانت وهي كتقول بنتها ما خصهاش تبان في السوشيال ميديا وكنحترموا الراي ديالها هي بنتها وما بغاتش تبين بنتها داكشي كيبقى امور شخصيه ديالها وبالنسبه انا بنتي ما باغياش شي واحد يجي يبقى يهز لي تصاور بنتي وبلا اذن ديالي وكيحطوها وكيعملوا لي فلاش عليها وكل شيء يعني لي السوشيال ميديا كامله كتهضر على بنتي ها شنو هذه بنت لطيفه والسيده راه شنو وقع راه بزاف هادشي هذا صراحه انا ما كنتش باغيه بان في يعني في حتى شي مواقع اعلاني وداكشي ولكن مني وقعت الضجه هذه وهاد الروينه هذه كامله ضروري خصني نخرج بالتصريح باش نقول لكم راه انا ماما هاد سيرين وهذيك السيده ما عرفناش واش طبيعيه في عقلها ولا ماشي طبيعيه والله اعلم عندها مشكل مع مدام لطيفه انا ما عندي حتى شي علاقه صراحه صفحات اللي هي كبيره بزاف في انستغرام استغلوا تصاور بنتي ونزلوها وبالعاده الترويج وهادي ومهم خلقوا واحد الجدل كبير بزاف اللي نوضوا لنا مشاكل في العائله ديالنا وكلشي كيتصل بيا كوثر شنو واقع راه كنشوفوا سيرين كلشي كيهضر عليها ودخلت انا هضرت مع شي بعض هادو اللي هما معروفين وداكشي كاين اللي منهم سمعوا لي ومسحوا التصاور وداكشي وكاين اللي منهم ما سمعوش يستغلوا فرصه وزادوا فيهم وزادوا حطوا التصاور بنتي ولا فليش على الوجه ديالها بحال لا باغيين يدخلوها في المشكل بزز انا بنتي بعيده كل البعد على هادشي هذا انا بنتي شاركت في اشهار ديال مولفيكس مع مدام لطيفه رأفت
فقط. اما هاد المشاكل هادو اللي واقعين ما عندنا حتى شي علاقه بهم. وهاد السيده اللي خرجت كتهضر حنا ما كنعرفوهاش. ومدام لطيفه راه فتره نزلت واحد التصريح قالت بلي راه غادي تقاضيها، المهم شي مشاكل هما بيناتهم، حنا ما عندنا حتى شي علاقه بهادشي هذا. انا اللي بغيت نوضح ان هذيك بنتي ما عندها حتى شي علاقه لا بديك السيده لا حتى بشي واحد. صافي هادشي اللي كان. واي واحد غادي من دابا الفوق غادي يستغل تصاور بنتي راه غنتابعو قضائيا، حيت انا عييت من هادشي هذا بزاف وعييت ما نهضر معاهم. ما تبقاوش تنزلوا تصاور بنتي، راه هادشي اللي كتروجوا راه هادشي غير معلومات زائفه راه ماشي حقيقيه. وهما باقي كينزلوا تصاور وباقي كيهادكو. واللي زاد عصبني واثر فيا بزاف هما كيعملوا لها لافليش على الوجه ديالها ومدخلينها مع داك السيده اللي هي مجهوله الهويه، يعني اللي هي اكس. ما عرفتش شنو باغيه مني، على اساس انها بنته ومدام لطيفه اللي حقها مع شنو كتخربق هذيك السيده. انا ما باغياش هادشي هذا وموافقاش عليه وما عجبنيش الحل. لا انا لا باباها لا حتى شي واحد، والعائله ديالنا كلشي متاثر مع هادشي هذا وما باغينش. وكنخرج في الزنقه الناس كيسقسيوني واش هذه هي هذه هي، كلشي كينعت على العائله. انا صراحه هادشي اللي دخلنا فيه ما عجبنيش الحل نهائيا. كاينين شي كندخل نشوف شي تعاليق شي مرات، واخا ما كنبغيش انا نبقى ندخل نتعاليق باش ما نشوف شي حاجه اللي ما غتعجبنيش وغنقدر نجاوب. كنشوف شي تعاليق ما كيعجبونيش صراحه. فحال واحد السيده كتحلف كتقول لهم هذيك بنتها هذيك بنتها هذيك بنتها، ومدام لطيفه راه نزلت بالتصريح كتقول لهم راه هذيك ماشي بنتي، راه غير شاركت معايا في الاعلان ديال مول فيكس. والله يهديهم. كاينين شي ناس لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفتش شنو الهدف ديالهم من هادشي هذا، كيعملوا البوز على الظهر ديال العائله باقا صغيره واللي ما عندهم شي حق يهزوا التصاور ديالها بلا اذن ديالي بلا حتى شي حاجه. ما جبرت ما نقول. انا صراحه حتى تشدوا جميع الابواب عاد خرجت انا نهضر، حيت انا ما كنبغيش نبان وما كنبغيش يعني نبقى نهضر في هاد المواضيع هادو. ولكن مي شفت الناس كلشي كتهضر على هاد الموضوع هذا وكلشي كيجبدوا سيرنا راه بنتها راه هادي راه هادي. مدام لطيفه عمرها ما بينت بنتها، وهادو غير اشاعات كاذبه. هادي بنتي انا، سيرين بنتي انا، ماشي بنت هاد لطيفه فقط، ولا بنت هاد السيده اللي خرجت كتقول سرقت لي ما سرقت لي وهذا. هادشي هذا كامل هادشي غير اشاعات خاويه. وصراحه كنتمنى من بعض الصحافه اللي هما في مستوى يردوا بالنا الهضره ديالهم، يردوا بالنا هادشي اللي كينزلوه، ما يبقاوش ينزلوا اشاعات اللي هي كاذبه، تيتاكدوا يتحققوا من الموضوع يعني اللي هما متاكدين منه عادي يحطوا الحاجه، ماشي الحاجه ما متاكدينش منها وكتنزلوها. وراه بزاف د المرات نزلت لطيفه رأفت كتقول لهم راه هذيك راه ماشي بنتي، راه غير شاركت معايا. ونفس السيناريو كيتعاود، عاود كينزلوا تصاور ها هي بنت هاد لطيفه، كيف جاتكم بنت هاد لطيفه، واش كاين شي معجبين، واش كاين ما عرفتش شنو هادشي. والله زعما الصراحه حنا عيينا من هادشي هذا. كنتمنى هاد الميساج يوصل لهاد السيده هادي اللي خرجت كتقول بنتي، وهذوك الناس اللي كينزلوا تصاور بنتي راه كنقول لكم ما تعاودوش تنزلوا تصاور بنتي، راه غادي نقاضيكم وغنتابعكم قضائيا. صافي، الله يجازيكم بخير وشكرا بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.